في العراق انطلقت التظاهرات التي دعا عليها ناشطون في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين باتجاه ساحة التحرير في بغداد وسط انتشار القوات الأمنية، وكانت قوات الأمن قطعت عددا من الطرق المؤدية من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. يذكر أن الناشطين دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بضعة أيام لتجديد التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل وإجراء عمليات إصلاح اقتصادية حقيقية. وقال موقع ثوار تشرين قال إن التظاهرات ستنطلق في 13 محافظة في الذكرى الثانية، وسيكون الهدف من التظاهرات الحفاظ على زخم المطالب الشعبية. وهذه صور مباشرة لبدء توافد حشود من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد. وقوفا على كل ما يحدث هناك في بغداد اليوم في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين، ينضم إلينا الزميل سامر الكبيسي. سامر، أهلا بك معنا في هذه الساعة. دعنا في صورة ما يحدث، ماذا عن الإجراءات الأمنية في محيط ساحة التحرير، وماذا عن الطرق المؤدية إليها، وعدد تقديري للحشود التي وصلت حقيقة إلى هناك؟ سامر، مساء الخير تسابيح. فعلا اليوم هي الذكرى الثانية لتظاهرات تشرين والتي انطلقت في العاصمة بغداد قبل عامين من الآن وانتشرت إلى مدن جنوب العراق لتكون أطول تظاهرات تشهدها أو يشهدها العراق على مدى تاريخه. ميدانيا هنا في العاصمة بغداد قطعت القوات الأمنية المداخل المؤدية إلى ساحة التحرير وبعض الشوارع القريبة، شارع أبو نؤاس وشارع السعدون، لتأمين هذه التظاهرات والسيطرة عليها خوفا من دخول مندسين أو حرف التظاهرات إلى ما لا يحمد عقباه. تسابيح فيما يخص ساحة التحرير، الأعداد بدأت بالزيادة. صباحا بدأت بعشرات ومن ثم تحولت هذه الأعداد إلى مئات. الآن مئات الأعداد من المتظاهرين تتواجد في ساحة التحرير. لا نعلم، ربما سيكون هناك زيادة في أعداد المتظاهرين مع الساعات القادمة. أيضا التظاهرات ترفع الشعارات ذاتها التي رفعتها في تشرين، وهي محاسبة قتلة المتظاهرين، وتطالب بإصلاحات سياسية وأيضا إصلاحات اقتصادية. هذه هي شعارات تشرين. الأعداد في زيادة، تحولت مسيرة من ساحة الفردوس خلفي ربما لا تبعد سوى عشرات الأمتار، تحولت من ساحة الفردوس هذه المسيرة. هل من أعداد تقديرية مجموعة لهذه الحشود سامر؟ نعم تسابيح، الأعداد تقدر بالمئات باتجاه ساحة التحرير، لكنها بدأت بأعداد قليلة جدا لكنها سرعان ما زادت. لا نعلم أيضا تسابيح، ربما في الساعات القادمة مع ساعات المساء الأولى ربما ستظهر تظاهرات ومسيرات استذكارية أخرى في المحافظات الجنوبية أو حتى في مناطق أخرى في العاصمة بغداد. الإجراءات الأمنية والاحترازية من قبل القوات الأمنية لا تتواجد وتقتصر فقط على ساحة التحرير، أيضا حتى ساحة النسور في جانب الكرخ من بغداد هناك إجراءات احترازية من قبل القوات الأمنية وانتشار أمني من أجل الحفاظ على هذه التظاهرات أو سلمية هذه التظاهرات. أيضا تسابيح فيما يخص حتى المنطقة الخضراء، كان هناك انتشار أمني على بعض المداخل تحسبا لهذه التظاهرات وتعزيزا للأمن في المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة أيضا في ساحة التحرير. طيب، ما هي الشعارات التي تردد سامر؟ يعني هذه هي الذكرى اليوم، تأتي قبل أيام فقط من انطلاق الانتخابات التشريعية في العراق، وإن كانت هنالك فعاليات حتى أعلنت من قبل من دعوا إلى إحياء هذه الذكرى. تسابيح، بالمجمل الشعارات المرفوعة هنا في العاصمة بغداد تطالب
بقتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، أيضا تطالب بالإصلاحات السياسية التي طالبت بها تظاهرات تشرين، أهمها تعديل النظام البرلماني، وكذلك أيضا البعض يطالب بتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي. لكن بالمجمل والأكثر يعني اللافتات التي رفعت وأكثرها هي تطالب بقتلة المتظاهرين، وتطالب أيضا بعلاج الجرحى والمصابين من تظاهرات تشرين، والذين ما زالوا ينتظرون حتى هذه اللحظة الوعود الحكومية التي قطعها رئيس الوزراء بمعالجة جميع الضحايا وتعويض أيضا من قتل داخل ساحة التحرير والساحات الأخرى من المتظاهرين والناشطين. أيضا تسابيح الشعارات الانتخابية التي رفعها السياسيون في ساحة التحرير، البعض يطالب بأن تكون هذه الشعارات شعارات حقيقية وأن يلبوا ما رفعته تشرين. البعض أيضا حتى من ساحة التحرير من خلال المتظاهرين يرفض هذه الانتخابات جملة وتفصيلا. آراء كثيرة ولافتات كثيرة رفعت في ساحة التحرير، هذا ربما أبرزها محاسبة قتلة المتظاهرين وعلاج المصابين، وكذلك أيضا هناك من يرفض حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10 من أكتوبر. طيب، وهل تم إيضاح إن كان إحياء هذه الذكرى في الساحات العراقية سيكون ليوم واحد فقط أم غير ذلك سامر؟ تسابيح بحسب الناشطين الذين التقينا بهم يؤكدون بأن هذه هي مسيرات وليست تظاهرات، لكن لا نعلم لعدم وجود رؤوس في هذه التظاهرات ولعدم وجود قيادة موحدة، البعض من التنسيقيات يؤكدون بأنها مسيرات لاستذكار تشرين في العاصمة بغداد، لكن البعض يؤكد أنها ستكون امتداد لتظاهرات تشرين. لا نعلم، الصورة غير واضحة حتى هذه اللحظة، ربما في الساعات القادمة ستكون الصورة أوضح مما عليه الآن. من بغداد الزميل سامر الكبيسي، شكرا لك سامر على كل هذه المعلومات، أشكرك سامر.